أصدقائنا الآن نحن فوق جبال أراكات، حبينا أن ننقل الرحلة مالنا اليوم مباشرة، لكن للأسف الشديد الإنترنت ضعيف جدا في المنطقة، لذلك فضلنا أن نعمل فيديو قصير حول المنطقة هذه. إحنا نشوف فوق جبال أراكات، ويكون هنا لحد الشهر التاسع منتصف التاسع قبل بداية الشتاء ينزلون بحلالهم إلى القرى. بارف سيزين كير نيري خام بتاعك تير تراسك نكاريك ميكيج ميك وزين كيزين نكارين. الراعي يقول ترخصت منا حتى نصور، يقول صور الحلال بس لا تصورني. يحلبون الغنم، هوني تاني كنا يدخلون بره يدخلون يسايل كسالهم ميامي سيدو. هاي احدى الاغنام اللي دي يحلبوها، الرجل يحضنها والاخر من هناك. شوف لازم ينشرها. حلو.